آخر الحلقات ولا آخر الهدايا ولا آخر المفاجآت من أنصار جاليري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حضرتك في أنصار جاليري. أهلا بيك يا مرحب بيك. أهلا وسهلا. كل عام وحضرتك بخير. وأنتم بألف خير إن شاء الله ومن العيدين إن شاء الله. نتعرف باسم حضرتك. طارق الطعاني. اهلا بك يا استاذ طارق. استاذ طارق طبعا احنا خشينا على العيد ان شاء الله وحضرتك خلاص اخذت كل شيء للعيد ان شاء الله ولا لسه الملابس بتدور عليها؟ ان شاء الله يعني بنتفرج اول باول بنشتري. تمام. اشتريت قبل هالمره وهسه بنتابع اول باول كل يوم شوي. تمام. استاذ العزيز بتواجه صعوبات في التسوق في انصار جاليري؟ لا ابدا بالعكس واسعاره ممتازه يعني وكل شيء واضح يعني واسعاره عليه يعني بحب اشتري من هون لاني برتاح بشعر بالتسوق يعني متعه التسوق بالسوق. تمام. هو ده طبعا هدفنا للعميل ان شاء الله واحنا طبعا ننصح العملاء والمشاهدين كلهم ان هم يتسوقوا في انصار جاليري بمتعه التسوق وسهوله التسوق والحصول على اي شيء هو يبغاه ان شاء الله. تمام كده باشا؟ تمام ان شاء الله. تمام استاذ العزيز. الله يبارك فيك. استاذي بمناسبه شهر رمضان انصار جاليري عامله مسابقه. تمام. بنسال حضرتك سؤال جاوب عليه ونعطيك هديه ان شاء الله مقدمه من انصار جاليري تقدر تستخدمها في انصار جاليري ان شاء الله. اوكي. طب حضرتك معلوماتك اوكي على الفلوس واسمائها وكده ان شاء الله؟ ان شاء الله. ان شاء الله يكون السؤال تمام وتكسب معنا باذن الله. استاذ العزيز السؤال بيقول ما هي اول عمله في تاريخ الدوله الاسلاميه؟ ما هي اول عمله في تاريخ الدوله الاسلاميه؟ أعتقد الدينار الذهبي. ما شاء الله برافو عليك يا باشا. طبعا إجابة صحيحة الدينار الذهبي. وطبعا احنا كده عرفنا السادة المشاهدين معلومة ممكن تكون جديدة على المستمعين وممكن تكون قديمة عند الناس تانية. طبعا أول عملة في الدولة الإسلامية الدينار الذهبي. تمام. أهلا بك يا أستاذ العزيز وطبعا دي هدية مقدمة من أنصار جاليري ونسبة لحضرتك جاوبت علينا صح. أوكي أستاذ العزيز وإحنا طبعا سعداء بتواجد في أنصار جاليري. شكرا جزيلا لك. شكرا. أهلا بك أستاذ. أهلا بك. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك طيب الصحة السلامة. الله يخليك. أستاذ العزيز أهلا بك في أنصار جاليري وإحنا سعداء طبعا بتسوق في أنصار جاليري. حضرتك أول مرة تزورنا في أنصار جاليري؟ لا أنا باجي باستمرار يعني على طول باجي أنصار عروض حلوة وباجي على طول يعني هنا. يعني يعني اي اغراض باجي اخد على طول من الانصار يعني. تمام. حضرتك نفسك ان انصار جاليري كله فرع تاني في البحرين ولا هو ده كفايه في انصار جاليري؟ لا هو طبعا كافي بس يفضل لما يكون في فروع تانية على اساس الواحد في اي مكان يقدر يزور انصار في اي مكان بيكون بسهوله احسن. تمام. طبعا احنا بالمناسبه دي ان شاء الله بنفتح فرع جديد بس مش هيكون اسمه انصار جاليري هيبقى اسمه A&H. تمام. فالفرع ده ان شاء الله مكانه هيبقى في ستر. يبقى نذكر الساده المشاهدين ان فرع A&H قريبا انتظرونا ان شاء الله وترقبوا فتح A&H في ستر ان شاء الله. اهلا بك يا استاذ محي. استاذ محي احنا طبعا بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم انصار جاليري عامله مسابقه. تمام. بنسال حضرتك سؤال وجاوب علينا بنعطيك هديه ان شاء الله. تمام ان شاء الله. اوكي يا استاذ. طبعا باشا كلنا بناكل جبنه وان شاء الله عارفين انواعها وعارفينها منين ومصدرها ايه. اكيد. تمام. اكيد. تمام. يعني سؤال سهل وبسيط باذن الله. اتفضل ان شاء الله. اوكي باشا. السؤال بيقول ما هو اصل جبنه البارميزان؟ ما هو اصل جبنه البارميزان؟ ايطالي. ايطالي طبعا اجابه صحيحه برافو عليك يا باشا. طبعا مذاكر وواكل جبنه انت. تمام يعني. حبيبي سعد اتفضل يا باشا. دي هديه مقدمه من انصار جاليري تقدر تستخدمها في انصار جاليري. شكرا ربنا. اوكي يا باشا السلام عليكم. وطبعا لسه متواصلين معاكم حلقاتنا لسه جديده كتير وهدايا لسه كتير وتعالوا ترقبوا واحد تاني كسبان معانا. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. يا هلا مرحبا. نقدر نتعرف بحضرتك؟ يوسف. استاذ يوسف اهلا بك يا استاذ يوسف. طبعا نتشرف بحضرتك في انصار جاليري والتسوق في انصار جاليري. تسلم مشكور. استاذ يوسف اول مره حضرتك تزورنا في انصار جاليري؟ لا انا دائما مشترياتي من انصار جاليري. تمام. وحضرتك بس تيجي في الطابق الثاني اللي هو فيه برفانات او مثلا ساعات او ملابس؟ نعم وبالاضافه الى المواد الغذائية طبعا. تمام. الطابق الأول والأثاث بعد آخر في الطابق الثالث. نعم نعم. تمام تمام. يعني حضرتك بس مش مقتصر انك تيجي الطابق الثاني وتروح يعني بتطلع برضه الطابق الثالث وتنزل الطابق الأول. طبعا يعني هذه مكان المفضل. تمام. طبعا أستاذ العزيز حضرتك بحريني. نعم نعم.
أهلا بك يا شيخ. طبعا بالمناسبة أنك بحريني فبنسألك برضو سؤال إن شاء الله. دي مسابقة أنصار جاليري على شهر رمضان الكريم، تمام؟ فإن شاء الله بنسألك سؤال، إذا جاوبت علينا صح بنعطيك هدية إن شاء الله. أوكي أستاذي، طبعا كلنا عارفين إن الشيخ عيسى بن سلمان فتح جسر بيربط بين البوسيتين والمنطقة الدبلوماسية، تمام؟ تمام. السؤال بيقول في أي عام تم افتتاح جسر الشيخ عيسى بن سلمان؟ السؤال بيقول في أي عام تم افتتاح جسر الشيخ عيسى بن سلمان؟ بنعطيك اختيارات، أوكي؟ 1997 ولا 2004؟ هو في التسعينات، 97 طبعا. إجابة صحيحة طبعا، برافو عليك، إجابة صحيحة، وكسبت معنا هدية مقدمة من أنصار جاليري، تقدر تستخدمها طبعا في أنصار جاليري. شكرا، ما قصرت. وطبعا مش أول ولا آخر واحد زي ما اتفقنا، ولسه مواصلين حلقاتنا معاك، وحلقات كتير وهدايا كتير ولسه المفاجآت كتيرة جدا، وزي ما عودناكم مفاجآت أنصار جاليري ما بتخلصش. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام حضرتك بخير. الله يخليك. الله يسلمك. أستاذ العزيز، بمناسبة شهر رمضان الكريم أنصار جاليري عاملة مسابقة، بنسأل حضرتك سؤال جاوب علينا إن شاء الله بنعطيك هدية إن شاء الله. أوكي، مستعد بإذن الله؟ إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ العزيز، طبعا باب البحرين زي ما احنا عارفين إن هو وجهة حضارية، تمام؟ فطبعا السؤال بيكون في أي عام تم تشييد باب البحرين؟ في أي عام تم تشييد باب البحرين؟ بنات حضرتك اختيارات، تمام؟ في عام 1949 ولا في عام 1960؟ 1949. برافو عليك باشا، إجابة صحيحة طبعا. أستاذ العزيز، حضرتك أول مرة تزورنا في أنصار جاليري؟ لا، أنا زبون دائم. زبون دائم في أنصار جاليري. حضرتك عارف ان العرض الحالي طبعا 50% في الطابق الثالث، بتشتري ب 50 دينار يرجع لك 25 دينار، في الطابق الثاني بتشتري ب 20 دينار بيرجع لك 10 دينار، تمام؟ تمام استاذ عزيز. طبعا بمناسبه ان حضرتك جاوبت صح بنعطيك هديه مقدمه من انصار جاليري، تقدر تستخدمها في انصار جاليري ان شاء الله. اوكي، وطبعا احنا سعداء بالتسوق في انصار جاليري. اهلا وسهلا. اوكي، السلام استاذ. السلام عليكم.